خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. انا محظوظ جدا على فكره. ليه؟ بجد ان انا اكلم حضرتك كده. ربنا يخليك. طايلك كده. لا ده انا محظوظ جدا جدا كمان. ربنا يخليك، ده الحظ الحلو. طب اتعرف بيك. ميرسي لحضرتك كتير. انا عندي مش مشكله، انا عندي كارثه. اتفضل. لا تحت امرك. انا تقريبا بسبب انا متزوج. اها. بسببها فكرت للاسف في الانتحار. ليه كده؟ مش بني ادمه، صدقني بامانه في ربنا مش بني ادمه. حد من مش بني ادمه، انا مش عارف اسميها ايه. طب الاول انت اتجوزتها عن حب ولا اتجوزتها جواز تخليجي؟ لا بصراحه مش حب نهائي. اها. كنت بحاول احبها بس حاولت الحب ده الكر. عندك منها اولاد؟ اشكر ربنا وانزل الارض. لا الحمد لله. بالك قد ايه متجوزها؟ للاسف هتستغرب تقريبا 5 شهور. طب احكي لي يعني ايه مش بني ادمه؟ بتعمل ايه؟ حد لا تصرفات حد مش طبيعي. حد يعني في بني ادمه تقول لجوزها الجوازه دي وقفت عليا بخساره. وقفت عليا بخساره ازاي يعني؟ صدقني النوكم اللي هو ما فيش تعليق بعد كده، اللي هو طب ايه اللي بتقولي ده؟ ما فيش نوكم، ما فيش تعليق. يعني ايه الخساره اللي وقفت عليها فيها؟ صدقني ما اعرف، انا ما اعرف، ما اعرفش ايه اللي انت بتقوليه دوت. طب احكي لي بقى بالظبط ايه اللي حصل بقى؟ لا هو من البدايه ايه اللي وصلك لمرحله ان انت كنت عايز تنتحر يعني؟ لا تصرفاتها كانت مش بني ادمه طبيعيه زينا. لقم، خبز، حاجات مش طبيعيه. انا اولا قاعد مع والدي ووالدتي، مش دي المشكله النهائي نهائي صفه نهائيه، بس هي مشكلتها ان هي حد ابنورمال مش طبيعي، حد ما تتسماش بني ادمه، ما عندهاش مشاعر، مشاعرها كلها مزيفه. هي سابت البيت. حاجه هقول لحضرتك حاجه غريبه جدا، خدت دبلتي، انا قاعد من غير دبله، خدت الشبكه، خدت العود، العود من تطلع رزمة عود، بس اللي هو انت ايه ده يعني ايه؟ همي كله وفكرك كله في الفلوس. عود ايه اللي خدتها؟ عاد الجواز. اللي هو انت ما فيش حاجه تهمك غير الذهب. هو حاجه يعني تافهه، حاجه مش واو، مش شبكه واو، بس اللي هو انت ليه كده؟ هل انا قدمت لك كل حب؟ انا استاهل كل ده منك؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا الدنيا انت مش معايا ازاي؟ هي بقى لها تقريبا 5 شهور سايبه البيت. انا ما قلتلهاش امشي. بقى لها 5 شهور سايبه البيت؟ بالظبط من 17/4. وانت كمان وقبلها 5 شهور جواز تقريبا. هو من 11 شهر 11 تقريبا. طب ايه طلباتها؟ ايه عايزه ايه يعني؟ مش عايزه حاجه، اللي هو عايزه هي عايزه ترجع. بس انا مش، انا صدقني انا بسمع هي كلمتني كذا مره في التليفون، اقفل السكه في وشها، مش قادر اسمع صوتها. وصلت لمرحله انا نافور غير طبيعي. ارفع سماعة التليفون وقول لها مساء الخير، ازيك، اخبارك ايه؟ هتقول لك انا الحمد لله تمام. قول لها على فكره عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. هتقول لك ايه؟ قول لها انت طالق. وش؟ مش عندنا طلاق يا اسامه. ما عندناش طلاق. انت مسيحي؟ ده انت كده يا معلم لبست. شكرا يا اسامه. اشكرك بشده. يعني خلاص شكرا خلاص. حضرتك قفلت لي كده المكالمه يعني. هارد لك. قفل طيب. لا بص اقول لك حاجه. نصيحتك ليا ايه طيب؟ بص في الظروف دي يبقى لازم نجيب خلف ان احنا نحاول نصلح، لان انا عارف ما فيش طلاق. لا مش قادر من جوه. ما فيش. بص يا بيه معلش، تعالى بالعقل شويه نقعد مع بعض ونظبط الدنيا شويه لسبب واحد، لان
هتقعد سنه اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه في المجلس الاكليريكي والمجلس عشان تتطلق، المجلس الملي عشان تتطلق. ولو خدت طلاق ممكن تاخد بطلان زواج، بس مش هينفع تاخد بطلان زواج لان انت اتجوزتها بالفعل ودخلت عليها معايا. فالموضوع مش بالبساطه اللي حضرتك متخيلها، واخد بالك؟ لان الايات واضحه وصريحه ما فيهاش طلاق. واخد بالك ازاي؟ قال لك في الماضي كانوا يعطوكم كتاب طلاق، اما انا فاقول لكم ما جمعه الله لا يفارقه انسان. بالظبط. اوكي؟ ف وانت خلاص كده، فحاول تصلح، مالكش حل تاني. هي مش عايزه ترجع؟ تعالي اقعدي. انا اللي مش عايز، مش هي. لا انت مضطر بقى يا معلم، والا هتعيش حياه ضنك. انت عندك كام سنه؟ داخل على 36. طيب 36 حط عليهم 7 8 10 46 خلاص. وهتفكر في الجواز من اول وجديد. خلص. طب ما تشوف بقى يمكن تظبط الدنيا. اقعد معاها فاهمها. ولا بص يا بنت الناس، طب هسألك سؤال معلش. هل بعد، هي تقريبا 30 31، ممكن بعد ال 30 تغير حاجات صعبه قوي، طباع حاد قوي صعب قوي؟ بص صح. الراجل يقدر يعمل كنترول على الست اللي قدامه، مش يشكمها ومش بالعافيه ومش بالخناق. لا ما. لا برجولته بمواقف معينه، وممكن برضو يبقى جواها شعرايه احترام بخوف كده منك، لان في ستات ما بتجيش غير كده. انا اسف مع المقاطعه. فيها عيب قاتل جدا. كل حياتها من الف الى ياء كذب في كذب في كذب في كذب. ما تسمح لهاش بالكذب. مش ما سمعتش الكلام، ما بتستجيبش، فيش عدم استجابه نهائي. لا انت لو شايف الدنيا قافله كده وانت خلاص مضطر تقفل الباب، يبقى اضطر بقى تخش تقفل الباب وتخش في المرحله بتاعه المكافحه دي، بتاعه انك تحاول تطلق وتخش في المتاهه دي، والمتاهه دي طويله جدا وما بتخلصش، وما اعتقدش انها سهله. فهي الحدوته كلها حسبه ما بين عمرك اللي فات وعمرك اللي جاي، ومدى خسارتك ومدى مكسبك. فلازم لما تيجي تطلع من التجربة دي تبقى حاسب كل الحسابات دي.